مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم في قراءتكم العاطفية. القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. أول شي راح نشوف جانبك أنت يا برج العقرب. أول كرت هي الطاقة العامة للفترة القادمة، ومن ثم الطاقات الفرعية والشريك كذلك. الطاقة العامة للشريك والطاقات الفرعية اللي تكون وراها. عزيزي برج العقرب، طاقتك العامة هي ملك الأكواب. أنت في عنصرك، يعني أشوفك وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضوج العاطفي. صرت تعرف ماذا تريد من الشريك بالضبط، صرت حتى عارف من هو الشريك اللي في بالك. ولو كان في خيارات أخرى، عينك على شخص معين بمواصفات معينة، وحتى لو كنت قبل مثلا، عندك لو أمل بسيط أن أنت تنتقل لشريك ثاني أو حتى تقبل وجود شخص غيره. ولكن في هاي الفترة اتضحت أمامك الرؤية. أشوف هني الطاقة تقول لي عينك على شخص معين وكأنما متمسك فيه بعيوبه، صرت تقبله وصرت تشوفه أيضا على حقيقته، بعيوبه بحسناته بامتيازاته، صرت تعرفه حقيقة وما تبي شخص غيره. خلينا نشوف شلون الشريك يرد على طاقتك. أوكي، الشريك عنده شوي من طاقة التغلي، احتمال إنك تتعامل مع برج أيضا مائي أو طاقة المياه طاغية على قراءتك. عندنا هني كرت برج الحوت، وهني ممكن تكون أنت أو حتى برج السرطان. الشريك بما أنه صار يعرف أنه هو الاختيار بالنسبة لك، صار يعرف مكانته، احتمال في الفترة القادمة يحاول أن يكون شوية خفي، مو يتغلى، شوية عنده طاقة تغلي، بالإضافة إلى أنه قاعد يحاول يخفي نفسه مثل القمر. القمر هي طاقة الغموض وطاقة الإخفاء، طاقة الأمور اللي قاعدة تصير خلف الكواليس. يعني بما أنه شريكك هني صار يعرف مكانته بالضبط بالنسبة لك، وان انت الخيار، اوكي، وصار عارف ان ايضا انت متقبلة، فصار هني يحاول ان يحاول يثبت مكانته عندك اكثر، يشوف قدر عندك اكثر، يدفعك احتمال شوية، يحاول انه يستفزك، يحاول انه يختفي عنك او يبتعد عشان يشوف، مو لانه ما يبيك، ولكن عشان يشوف او يتأكد من مكانتك عنده. لأن عنده هني كرت القمر وهو كرت الغموض، انت اتضحت لك الرؤية، ولكن يمكن هو لحد الآن مو متأكد من مكانته في قلبك 100%. الموضوع بينكم يخص طاقة الأمور المتعلقة بالقلب. أريد أن أعرف مدى غلاي ومكانتي عند هذا الشخص. هل أنا شخص قابل للاستبدال، أو هل أنا شخص مؤقت بالنسبة لبرج العقرب، ولا خلاص ما راح يتخلى عني؟ وحتى مثلا لو مريت بظروف صعبة، يمكن شريكك قاعد يمر بظروف مالية أو صعوبات في الحياة بشكل عام، وحتى هني قاعد أشوف مشاكل شوية صحية، ما عادت صحته مثل الأول. فهل أنت راح تظل متمسك فيه؟ بالنسبة لك نعم، بالنسبة له هو لحد الآن مو متأكد من ردة فعلك. خلينا نشوف الطاقات المحيطة. عندك كرت القوة، كرت برج الأسد، ممكن إنك تتعامل مع برج الأسد، ولكن في هذا الكرت قاعدة أشوف إنك متمسك أكثر من السابق بشريكك. خلال الفترة القادمة راح أنت اللي تكون مبادر، زين، أنت اللي مبادر، وأنت اللي حتى هذا الطاقة النارية كأنما قاعدة تقول للناس اللي حولك إنه مهما أنا وصلت إلى اختلاف، في النهاية هذا شريكي وراح نحل الأمور مع بعض. هذا الكلام أو هاي الرسالة تحاول توصلها للعذال، للأعداء اللي يحاولون يخترقون علاقتك مع هاي الشخص أو يخربون عليها. قاعد تتصدى لهم وتقف أمامهم وأمام حيلهم اللي يحاولون يسوونها. شوف طاقة الشريك، الشريك متخوف، الأمور ما قاعدة تخترق محيطك أنت أو حاجزك، ولكن شريكك متخوف، قاعد وايد يعيش في مخاوف، عنده abandonment issue أو يخاف أنك تتخلى عنه. لحد الآن قلت لك الأمور اتضحت بالنسبة لك، ولكن هو لم تتضح الأمور بالنسبة له. يخاف أن أنت مثلا في آخر لحظة ما راح تحارب من أجله، وهو سيكون وحيدا ومخذول. اللي بعدها
سبع الخماسيات، انت تعرف ان هاي الشيء راح يكلفك الكثير، ولكن مع ذلك مقتنع بالتضحية اللي راح تقدمها من اجل الشركة. شجاعتك فيها تضحية وفيها ايثار على النفس، ولكن هل انت كأنما قاعد تتحمل نتيجة اخطائك، او قاعد كأنما تلوم هني نفسك تقول انا بعد مثلا قصرت في السابق، وهذا الشخص لما كان مستعد ولما كان قوي، لما كان عنده أموال شريكي ما قصر معاي، وهل الحين تشوفه مثلا ضعيف ومستعد أن أنت تشيل العبء عنك وعنه، العبء مال شخصين مرة واحدة؟ احتمال شديد. إنزين، مقابل هاي الطاقة، طاقة تحمل الأخطاء بغض النظر من اللي أخطأ هني ومن اللي خسر ومن اللي سمح للآخرين إنه يدخلون بينكم، أنت هني مستعد إن تلملم الموضوع، تلمه، تخليه ما يكبر أو ما ينتشر أكثر من كذي. ولكن أشوف إن شريكك ترى يا برج العقرب، إما قاعد يلومك، أشوف سيناريو هين، إما قاعد يلومك إذا كنت أنت المخطئ، أو إذا ما كنت المخطئ فهو قاعد يلوم نفسه. هذه طاقة لوم النفس، أنا اللي أخطأت وأنا اللي سببت الخسارة لهاي العلاقة. ثمان الأغصان، هني شريكك يقول العين بصيرة واليد قصيرة، يرغب في مساعدتك، أوكي، يرغب في أنه يعينك، بس يقول بينه وبين نفسه أنا نفسي أحتاج إلى المساعدة، أنا نفسي ضعيف. قلت لك شريكك قاعد يمر بأمور أحسها جدا صعبة، مشاكل صحية، مشاكل في مكان العمل، مشاكل ممكن أنه أيضا يكون برج ناري، عندنا طاقة النار تكررت، حمل قوس أسد، يرغب في مساعدتك، ولكن بما أن أشوف هني في بعد مسافة، أو الموضوع اللي أنت تحتاج المساعدة فيه هو ما يقدر يساعدك بشكل مباشر، فشنو قاعد يسوي؟ قاعد يعطيك طاقة التحفيز، يساعدك بالصوت، يساعدك بالدعم، بالتشجيع، بكلام مثل لا تيأس، ما بقالك شيء وتوصل. سبعة هو رقم الانتظار، ورقم يقول لنا لا تيأسون، لو حين الثمار ما شفناها راح نحصدها بكرة، مو اللي بكرة اللي بعده. هاي النوع من الطاقة، شريكك يقول لك لا تيأس، لا تستسلم، أوكي، حتى لو هني شوي راح يصيدك شوي تعب يا برج العقرب، تشيل حمل في حين أن شريكك تعبان، يمكن هو يمر بوعكة صحية أو بأزمة مالية، بأزمة في أمور الدراسة، فأنت هني تحاول تشيل الحمل وهو عاجز أنه يشيله معاك، فيشجعك بالكلام على الأقل، بالروح، بتواجده في حياتك، بالسؤال عنك والتواصل المستمر. آخر كرت عندك يا برج العقرب، الكوب الأول، قاعد تقول لشريكك وقفتك معاي هالمرة ما راح أنساها، ولو أني مقصر أو ولو أنك أخطأت في السابق يا شريك العزيز، ولكن وقفتك حتى وإن كانت بالصوت، حتى وإن كانت مجرد الدعم المعنوي، ما راح تذهب سدى، أوعدك بهذا الشيء. طاقة الوفاء، أشوف برج العقرب في الفترة القادمة جدا وفي، ويذكر حتى مثقال ذرة إش كثر مو بس شريكك، حتى الأشخاص بشكل عام ساعدوك أو كانوا ضدك. برج العقرب من الأبراج اللي تمتص الكثير من الطاقة وبعدين تفلترها، إما راح تختزن هاي الطاقة عشانك كطاقة حب لأنك وقفت معاه، أو راح يتذكر، يظل يتذكر يوم من الأيام أن أنت أذيته، أو أن أنت سويت له كذا كذا في الموقف الفلاني. طاقة اللي راح أخزن، يعني أنت هنا عندك طاقة تخزين، هل راح تخزن شيء إيجابي؟ أشوفه الأغلب شيء إيجابي، أوكي، شيء إيجابي يأتيك من طرف شريكك، وقفته معاك، مساندة لك، تشجيع عليك على أن تقوم بهاي الخطوة. إنزين، فكأنما تقول له وقفتك معاي ما راح أنساها، وأيضا حاط في بالك الأشخاص الثانيين اللي حاولوا أن يدخلون بينكم، أو مثلا مريت بفترة صعبة، في أشخاص شجعوا شريكك على الانفصال عنك، ولكن شريكك ما انفصل عنك، قاعد تختزن كل شيء، الجيد والسيء، كل واحد تفلتره وتحطه في كوب بروحه، شريكك حسابه بروحه. هني قاعد تقول انت يا برج العقرب، هذا الوقت ليس وقت اتخاذ اجراءات، ولكن مو معناته اني راح انسى، في طاقة اختزال للاخرين، حسابهم يأتيهم بعدين، لما انا استطيع اكون اقوى من الوقت الحالي، استطيع المواجهة، والشريك ايضا جائزته
وعطاءه معاي ما راح انسى، الكل ما راح انسى، ولا حتى مثقال ذره طاقه حاطينكم كلكم في بالي. انا اشوفها طاقه صراحه جميله، ان كل انسان في النهايه مثل الكارما لازم يتجرع من نفس الكوب اللي يشربك اياه. اذا شربك كوب جيد او حتى لو شربك كوب سيء ولكن كان بطيب نيه، انت قاعد تاخذ كل الاعتبارات في بالك. كرت العاشقين، اوكي شريكك بالضبط قاعد يلوم نفسه، عنده طاقة لوم النفس انه هو ما تصرف بالطريقة الصحيحة في السابق، دخل اشخاص بينكم، اطراف خارجية. رقم الثلاثة هي دائما في تدخل خارجي، كان في موضوع بينك وبينه متعسر مختلفين عليه وهم شعلوها، شعلوا المشكلة عن طريق تدخلهم، ولكن هو شريكك سيرجع لك في الفترة المقبلة، راح يصير أكثر ثقة فيك. عندنا كرت العاشقين، كرت برج الجوزاء، يعرف هني شريكك وصل إلى مرحلة، ما قلت لك في البداية مع بداية القراءة أنت صرت تعرف شريكك أكثر ومتأكد منه، أهو على نهاية الفترة القادمة أيضا سيصل إلى نفس المرحلة، سيعرف أن أنت الاختيار بالنسبة له وأن هذا مو وضع مؤقت ولا هذه شراكة ندخل منها ونطلع منها على كيفنا، هذا هو الاختيار، أنت الاختيار بالنسبة له، ولكن كنت تمرون مجرد بمشكلة أو بمطبة مثل ما أقول، بعرقلة بسيطة في علاقتكم، رح يتأكد منك أنت في حياته، رح يتأكد أن أنت الشخص المناسب أو المنشود حقه أهو. خلنا نشوف شلون الطاقة رح تتطور بخلال نهاية الشهر، إلى وين راح توصل الأمور بينكم. هني أشوف ملك الأكواب قاعد يقول لي الصبر زين، تصبر على شيء، قاعد تصبر على شيء، أنت مو قلت لك طاقة اختزال تحت الكوب الأول، قاعد تقول كل اللي يصير الحين راح أعديه ولكن في الوقت المناسب الكل راح يحصل على حسابه. في كارت برج الأسد الكل راح يحسب على حساب المنفرد. هذا كارتك يا برج العقرب. خلنا نشوف طاقة الشريك، ممكن يكون شخص أيضا من برج الجوزاء هو اللي يساعدكم أو يساعد شريكك على تخطي هاي المرحلة الصعبة، يعني يهد الشريك بمعنى أصح. أنت يا برج العقرب عندك فارس النار، طاقة نارية، حمل قوس أسد، هني ما قاعدة أشوفه كطاقة الفارس اللعوب، هني أشوفه كطاقة الهرع إلى المساعدة. في الفترة القادمة أنت عارف أن شريكك احتمال لي من برج ناري، اختار خيارات خاطئة، خيارات عشوائية غير ناضجة أدت إلى تتابعات انزين ولها اثار سلبيه على علاقتكم. انت اللي راح تهرع الى المساعده، انت اللي راح تضبط الوضع، تدخل الى وضع مكركب والضبطه بطاقه فارس النار، ومن ثم تفلتر الوضع. كل شخص تحط حسابه في قاروره بروحه، طاقه جدا جميله مخلوطه بطاقه دهاء وذكاء الماء وطاقه النار، تعجبني هاي الطاقه يا برج العقرب. خلينا نشوف شريكك إلى وين راح يصل معاك. الكوبين مثل طاقة بالضبط توأم الروح، الشريك الحبيب، شريكك راح يصير يسمع كلامك بشكل أفضل في الفترة القادمة، يعني من بعد وإن كان هني موقف سلبي أو ظروف سلبية مريتوا فيها مع بعض واضطريتوا تتخطونها بصعوبة، وإنت اللي اضطريت يا برج العقرب تشيل الحمل الثقيل، تشيل الكركبة اللي صارت، ولكن على الأقل راح تتضح الصورة لشريكك، من هو الشخص اللي أثق فيه، أثق في شريكي فقط برج العقرب، من هو الشخص اللي لازم أسمع كلامه وأتقبل منه الكلام وأتقبل منه النصح. راح أقول لك ليش، لأن هني في طاقة النار، طاقة النار هي طاقة العناد، طاقة الاستقلالية، مو مثل طاقة عناد الأرض، الأرض طاقتها مختلفة لما يعاندون، طاقة عناد النار إن أنا أتصرف بطريقة ما أخذ فيها باعتبار إلا نفسي، وبعدين تطلع في نتائج ما فكر فيها هذا الشخص. فعندما أنت هني هرعت إلى المساعدة وضبط وأثبت نفسك له،
راح يكون شريكك عندك مثل العجينة، راح يكون جدا متقبل لكل آرائك وكل تعليماتك ونصحك وتوجيهاتك في الفترة القادمة. عزيزي برج العقرب، هذه كانت قراءتك العاطفية.